راجل كريم يده فرطه، يحب يبسط الرجال اللي بيشتغلوا معاه، عشان كده عملتكم حقكم كبيره. راضي؟ اللي راضي راضي طبعا يا باشا، بس يعني لو عاوزك الكلام ده يحصل امتى؟ لما تسلم البضاعه. لا يا باشا، احنا هنسلم ونستلم. ما ينفعش. ما ينفعش ازاي يعني؟ واحنا بنشتغلوا في 1000 ولا 2000، دي ملايين ملايين. لازم تسلموا البضاعة الأول وبعدين نوزعها ونقبضوا تمنها ونصيب كل واحد ياخده عديل. طب واحنا يعني ايش ضمننا ان انتوا ما تدوناش الطرشة وتاكلوا حقنا؟ كلام رجالة يا زين، كلام رجالة. اللي يشتغل معانا لازم يصدق كلامنا. ماشي يا باشا، ماشي نمشيها كلام رجالة. ايوه بس يعني ما بسش يا زين، ما بسش. تمام يا باشا، ويا ريت يعني توصل اجمل تحيه وسلام من العبد الفقير لله حرب المهدي وكوز الاشقر للباشا الكبير وكل الناس اللي معاه. يوصل يوصل يا حربي، بس اوعاك تنسى، المهم السرعه. طمن يا باشا، واحنا يعني على اتصال مع بعضين. وانا مستني تليفون منك عشان تقول لي على الميعاد، ودلوقتي اطلعوا مع ابو فين عشان تشوفوا المخازن. يلا مع السلامه. ايه خلصتوا مع عنتر بيه؟ كله تمام يا عمهم. جميل، بقول لك ايه، يلا عشان اوريكم المخزن للمحاجر. تحبوا تيجوا معايا في عربيتي ولا تيجوا في عربيتكم انتوا؟ لا احنا هنيجي في عربيتنا عشان نتكل على الله نشوف رزقنا من بره بره. طب يلا. مش كنا رحنا معاه في عربيته احسن؟ عربيتك دي مهكعه يا اسطى. انت هتطري قاعد على العربيه ولا ايه؟ حمارتك العربية. وبعدين في موضوع عايز اتكلم معاك فيه. موضوع ايه؟ اركب بس اقول لك في السكه. يلا أحمد. أيوة يا أمين. ممكن دقيقة؟ خير؟ هي نشوة ما جاتش؟ لا موجودة، بس بقالها بتاع ساعة كده مش عارف راحت فين. أنت عايزاها في حاجة؟ لا يا عم، لا عايزة أشوفها ولا عاوزة أكلمها. عن إذنك. أدخل. صباح الخير. صباح النور. نعيم بيه موجود؟ موجود بس عنده ناس. اتفضلي استني. متشكر. ايه يا عم زين؟ مالك في ايه؟ من ساعة ما قابلنا عنتر بيه وانت لاوي بوزك، ايه الحكاية؟ انت موافق على الكلام اللي قاله عنتر ده حربي؟ هو خلينا ورا الكداب. طب افرض ما نفذش اللي قاله، ايه اللي يضمن لنا؟ الثقة يا زين، الثقة. وبعدين احنا هنظبط المسائل بحيث ان احنا نضمن حقنا ومحدش يقدر ياكله علينا. طب ورشوان يا حربي؟ ماله ده راجل؟ رشوان ده راجل شراني، لازم احنا نخطط لكل حاجة ونعمل حساب كل حاجة. ما تقلقش يا زين، احنا بس نخلص المشوار بتاعنا وبعدين نعدي على ابو صلاح نضرب كوبايتين الشاي التمام ونظبط كل حاجه. ماشي يا حبي، ماشي. انا متشكره قوي قوي يا نعيم بيه. ايوه يا باشا، أنا لسه أماني مصري موجود. حاضر. تقدري تتفضلي. شكرا. تعالي يا أمان. تعالي وفي الباب وراكي. خلصت اللي طلبته منك؟ ايوه يا فندم، اتفضل. ده تفريغ لاخر لقاء ليا مع حبيبي. برافو يا مالي، برافو. نعم بي، بالنسبه لموضوع نشوة، انا كنت احب اكد لحضرتك ان الموضوع. تاكدي لي على ايه؟ انا متاكد من كل حاجه وعارف كل حاجه، ما تقلقيش خالص. حضرتك عارف؟ أماني أنا راجل قديم وخبرتي في الحياة كبيرة أوي، مستحيل الكلام الفارغ اللي قالته نشوة ده يخش دماغي. اقعدي يا بنت اقعدي. ياه، ما تتصورش يا فندم أنا قد إيه ارتحت بعد كلامك ده.
سيبك بقى من حكايات نشوة دي وخلينا في شغلنا احنا. البطل اللي انت تكتبي عنه ده اسمه حرب المهدي، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. طب انا يا اماني عايز اقابله. حضرتك تقابل حربي؟ ايه مالك مستغربه ليه؟ مندهشه ليه؟ طبعا عايز اقابله ويشرفني ان اقابله. حربي ده نموذج للبطل الشعب الحي، لازم كلنا نبقى فخورين وسعداء بيه. اماني لازم تساعديني ان انا اقابله، ولا انت شايف حاجه تانية غير كده؟ تحت امرك يا فندم، دي فكره عظيمه قوي وهتدي قيمه كبيره للموضوع. خلاص انا عايزك تتصلي بيه، ولا اقول لك تروحي وتجيبيه وتيجوا على هنا النهارده في الجريده، لان انا مش موجود بكره. انا هفضل قاعد مستني يا اماني، مش هروح الا لما تجيبيه وتيجي. حتة مقطوعه ما فيهاش صريخ ابن يومين، وده المطلوب يا اخ زين. المخازن دي فيها جرده معبيه على الاخر. حلو قوي، بكره الصبح على الساعه 10 كده هبعت الرجاله بالعربيات يحملوا اللي يقدروا عليه، وانا هبعت لك عمال من عندي يفتحوا المخازن ويساعدوكوا في تحميل العربيات. طب ان شاء الله بينا احنا بقى حربي، في كذا مشوار لازم نعمله. يلا يا دوبك نتكل على الله. سلام يا عم فين. سلام. ثانيه واحده بس، بالنسبه للبضاعه اتفقتوا مع عنتر بيها الميعاد؟ هنجهز ونبلغك. يلا زين. سلام يا عم فين. مع الف سلامه. على السلامة، والقلب داعي لكم. على السلامة. سلامة يا حبيبي. ألو؟ أيوة سعادة الباشا، أنا تحت أمر سعادتك. الليلة؟ إمتى يا باشا؟ حاضر يا باشا، هكون عندك في الميعاد بالظبط. أنا دايما مواعيدي مظبوطة يا باشا. مع السلامة. تفتكر قبضايا قد عملية زي دي؟ ده ما هيصدق يا باشا، عايز ياخد طاره من حربي وزين، غير بقى ان حربي عامل له عملية تجميل في وشه يا باشا. انا بسألك سؤال محدد، قدها ولا لا؟ جاوبني. خلاص نبعت كام راجل من عندنا يساعدوا في العملية. انت مجنون، اوعى تعمل حاجة زي كده. انا عاوز اكون برا الصورة تماما، عايز العملية دي تتم من غير ما حد يحس بينا، مش عاوز شوشرة. اما انت والرجالة بقى ليكوا مهمة تانية. مهمة ايه بقى يا رشوان بيه؟ بعدين هبقى رسيك على كل حاجة. أوامرك يا باشا. المهم تروح تجيب اللي اسمه أبويا ده من أي داهية، تفهمه الموضوع وتتفق معاه على كل حاجة. خد اديله دول، يروح يجيب عربيات ورجالة بعيد عننا. المهم ينفذ كل اللي تقوله عليه بالحرف الواحد. على فكرة زين عنده حق في كل اللي بيقوله يا حربي، خصوصا موضوع رشوان ده يخوف. ما احنا جايين لك عشان كده يا متر. الحكايه كده ابتدت تتعقد زياده. يعني ايه؟ هنكش مالك ونرجع لخانه اللك من تاني؟ لا طبعا، مفيش رجوع خلاص. بقول لك ايه يا عم المتر؟ احنا نفضل رايحين جايين من الشطرنج على الطاوله كده كتير ولا ايه؟ ما تحلها لنا وتشوف هتعملنا ازاي في الليله دي؟ لا دي تسيبها لي كده، ادورها في دماغي على هداوه، عشان عايزين نامن نفسنا كويس. او النبي ابو صلاح وحياه ابوك يا شيخ، سويها كده على نار هاديه وسلطنها على الاخر. لحسن على راي عنتر، اللعبه خطر والغلطه بفوره.